في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. النوع ده من البني آدمين ما تعرفش بيظهروا إمتى وفين، أنت فجأة متلاقيه في أي مكان بيقولك مساء الخير يا باشا، كل سنة ومعاليك بصحة وبخير إن شاء الله، نورت الدنيا كبير، نورت الدنيا باشا. وأنت طبعاً معاليك بتتبسط جداً من الألقاب الفخمة دي اللي أنت خدتها مجاناً، يا باشا ومعاليك وسعادتك ويا كبير، ويا سلام بقى لو معاك كمان ناس أو ضيوف عزيبهم على العشاء، هتتبسط إن الراجل كبرك وإداك وضعك قدامهم. النوع ده ممكن تسميه الفهلوي، الأونطجي، حاجة كده، أي اسم، المهم إن هو شخص ملوش وظيفة محددة. ممكن يظهر قدام أوتيل وإنت بتركن عربيتك، أو قدام البنك، أو قدام المطعم، أو حتى وإنت رايح المرور، أو أي مكان يلاقي فيه الفريسة بتاعته. الفهلوي أو الأونطجي صياد ماهر، قناص بيعرف نوع الفريسة ينقض عليك بعد ما يوهمك إنه هيخدمك وينقذ حياتك. يعني مثلا يقولك لا 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 بلاش تركن هنا باشا، الونش هيسحب عربيتك، تعال معايا وانا هركنك. اقولك سيب لي انت بس المفتاح واطمن، اول ما تيجي اسال بس على عبد عزيز. وانت طبعا سعادتك تمشي وراه، ولو انت رايح ترخص عربيتك في المرور هياخدك من على بعد كيلو وانت لسه بتركن، وهيقولك اشتريت الملف يا باشا، طب عملت التامين، معاك بطاريه، طفايه حريق، معاك طفايه حريق، انا جايب لك طفايه حريق. وطبعا لو الحاجات دي مش معاك هيجيبها لك بالسعر اللي يحدده، وانت معاليك طبعا ايه، هتدفع زي الباشا. الأونطجي أو الفهلوي ما بيحبش يشتغل بالقانون، وما تقدرش تتصنفه في مهنة محددة، يعني هو مش علاقات عامة ولا مخلصات رسمي ولا حتى سايس برخصة من البلدية، هو كده مبسوط كده مرتاح كده، شخص هلامي عشوائي عايش دايما على الهامش وفي الممنوع. ولو جيت تسأله بصوت مالي منيب انت تشتغلي ايه، هيبتسم ويقولك كل سنة طيب يا باشا، كل سنة حضرتك طيب، كل لك مفهومية بقى شاينة بقى باشا، كل سنة طيب، بس كل ما تيجي اسأل على عبد عزيز هتلاقيني موجود. وانت طبعا سعادتك مفيش قدامك غير انك انت تحط ايدك في جيبك وتكرمش عبد عزيز العشرة جنيه. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.